والمصحف حرام، حرام يا جدعان. هو مفيش حد هو مفيش حد هنا في المطعم بيشيل غيري؟ وحياة ربنا ايدي وجعتني. انت يا عم انت سبتني ورحت فين؟ انت يا عم انت هشيل كل حاجة لوحدي انا. سبتني ورحت فين انت بقى؟ حط الحاجة دي هنا وتعالى بسرعة. ماشي. واوعى تمد ايدك على حاجة. لا مش همد ايدي على حاجة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا عم دي حتة موز عادي. كل دي حتة موز؟ ايوه. طب بقول لك ايه؟ الحاجات اللي حطيناها النهارده في التلاجة دي اوعى تيجي جنبها. ماشي؟ لا ما تقلقش مش هاجي جنبها، انا معرفش ايه هي اصلا. ولا انا عارف ايه هي، بس انا عايز اعرف ايه هي، اعمل ايه؟ كل عيش بقى، احنا مالنا يا عم؟ انا اول يوم وجاي اتدرب، خلي زعتر جايبنا اتدرب. ماشي؟ على رايك يا عم. يا تامر يا مكرم، انت قذفت منك ليه؟ جهزت كل حاجة خلاص؟ كل حاجة جاهزة وغسلناها وكلناها، ما تقلقيش. انت بتاكل الحاجات اللي هنطبخها؟ ايه ده، انتوا بتطبخوا موز؟ معرفش وربنا ان انتوا بتطبخوا موز. الشيف شيفبيني لو جه هيبهدلك. خلاص خلاص انا اسف. يا سلام على الشيف شيفبيني يا جدعان، يا سلام عليه. حد شافه امبارح في التلفزيون؟ اه ده كان فظيع. شفته وهو بيعمل ملوخية برازيلي؟ انت ما شفتش حلقة الاسبوع اللي فات بتاعت البصارة الاندونيسي؟ الاندونيسي دي نفسي فيها والله، نفسي اكل بصارة اندونيسي. هو انتوا شفتوا حاجة؟ ده الراجل ده معجزة. ده قبل كده دخل المطبخ لقى اتنين واقفين زيكوا كده بيرغوا، قام طاردهم. ايه ده ايه ده؟ لو على ايه طيب احسن. يلا يا عم هات يا عم الحاجة دي، يلا خلينا نقشر الجزر والخيار والبصل. يلا لا ما تقربوش من اي حاجة، هو قال هيجي يعلمنا طريقة جديدة جدا في التقطيع، فمحدش يقرب من اي حاجة. طريقة جديدة في التقطيع؟ اه ماشي. فين الزفت اللي اسمه سمير؟ ده انا هاجي اشعلقه من ركبه. ايه الزباله دي؟ هو الراجل ده بيزعق كده ليه؟ بس يا عم انت ما تقولش على خالي راجل. بعدين ده المساعد الاول بتاع الشيف شيفبيني، يعمل اللي هو عايزه. والله يا عم دي كوسه يا عم. فين الزفت اللي اسمه سمير؟ انا نفسي افهم دلوقتي، تعالي لي هنا. فين الزفت اللي اسمه سمير؟ سايب الزباله بره. ده انا بص ده انا هشعوطكم كلكم. انت بتزعق كده ليه؟ انا زعق زي ما انا عايز، انا المساعد الاول للشيف شيفبيني. لا ما تزعقش. انت عايزه ايه طيب قولي؟ دلوقتي سمير مستر عساف صاحب المطعم بعته تحت في الصاله عشان ينظفها. اه تعالوا لي بقى كده كلكم، تعالوا لي. احنا من امتى بنسمع كلام مستر عساف ده؟ احنا لينا شيف واحد هو اللي مسؤول مننا، الشيف شيفبيني. وانت يا زفت انت اسكتي. نعم. يا زفت انت انا جايبك هنا تاكل موز؟ يا انت عبيط يلا. يا عم باكل موزه فيها خال. انت مش كفايه ان انت مش فالح في المدارس؟ انت عملت ايه في نتيجه السنه دي؟ جبت كله كحك. عشان كده حسيت ان فيك بذره شيف فجبتك هنا. افهم بقى وركز واتبسط ياض في المطبخ. بتبسط اهو. اوعي تقولي لي اسم المستر عساف ده تاني. والله العظيم لو سمعك وانت بتتكلم كده لا يبهدلك. بلا مستر عساف بلا بتاع، تطاويل وهيف وهبل وملوش اي لازمه في المكان. ماشي ماشي. ايه مين الحيوان اللي بيشتمني؟ ده مستر عساف بجد يا لهوي. طب مع اوعى حد يقول له يا جماعه ان انا شتمته والنبي. ما تخافش يا خالو. اوعى تقول له. وربنا عيب عليك، هخبص على خالي. ماشي. مين الحيوان اللي بيشتمني؟ الحيوان اللي بيشتمك؟ خالي زعتر كان عمال يشتم فيك دلوقتي. تعالى لي يا زعتر. تعالى. افهمك. بتشتم بتقول ايه يا ولد؟ انا هقول لحضرتك، احنا في بلدنا لما بنشتم حد بنبقى بنقول عليه انه جامد يعني. يعني مثلا ايه؟ نقول ايه ده جامد ابن كلب. مش قصدنا يعني ان هو والدته كلبه يعني لا مؤاخذه، لا قصدنا ان هو عظيم جدا يعني. يعني مثلا لما نمدح حد نقول يا لهوي ده فاجر. مش قصدنا يعني انه بيعمل حاجات قله ادب، لا قصدنا انه عظيم جدا. طب ما هو كلامه صح هو يا اخوانا، امال بتفتنوا عليه ليه؟ ما هو الراجل عنده حق، ما بيغلطش في حاجه يعني.
كلامه صح يا مستر عساف، ده كان بيقول على حضرتك ان انت ما بتفهمش اي حاجه. انا ما بفهمش في حاجه يا زعتر. انا قصدي حضرتك ان انت ما بتفهمش في اللي انت ما بتفهمش فيه، لكن في اللي بتفهم فيه فانت ابو المفهوميه فهيم. طب ما هو كلامه صح يا بنتي، يا امال في ايه؟ الراجل ما قالش حاجه غلط. يا عم ده قال عليك راجل قفا. انا قفا يا زعتر؟ انا قصدي ان قفا حضرتك طويل، وده يدل على تحمل المصاعب. طب ما انا فعلا بتحمل المصاعب يا ابني، امال في ايه؟ يا مستر ده انا عليك ان انت راجل معطف. انا معطف يا زقطر؟ يا فندم افهم بس حضرتك، انا قصدي ان دليل على المعطف ده ان حضرتك اصولك من الفلاحين، والمعطف له ودنين، يعني حضرتك ليك ودنين زي المعطف بالظبط. طب ما انا ليا ودنين فعلا يا اخوانا، امال في ايه؟ انا مش فاهم ايه المشكله، الراجل ما قالش حاجه غلط خالص. اقول لك على حاجه؟ ايه؟ قال عليك راجل حمار. بس قال راجل. بس قال راجل. انما حمار دي يعني ايه حمار يا ابني؟ انت مجنون يا ابني؟ ما انا هفهم حضرتك، انا قصدي ان حضرتك زي الحمار بتستحمل كل اللي يحصل لك، ولو حد سابوك في مكان هتروح بيتكو زي الحمار. طيب فعلا ما انا بروح بيتنا فعلا يا اخوانا كل يوم، الراجل كلامه كله حكم. يا مستر ده قال عليك ان انت راجل عبيط. انا عبيط؟ انا اسف، انا فعلا قلت عليك عبيط. انت قلت عليا عبيط؟ الصراحه دي قلتها، انت فعلا شكلك عبيط. انت متاكد؟ ايوه انت عبيط. ربنا يسامحك. مش هرد عليك لان انت انسان تافه. الله. لان النهارده يوم عالمي جايينا فيه شخصيه عالميه مهمه جدا. الغلطه عندنا بفوره النهارده، اي هفوه في الاكل، اي غلطه نروح في داهيه، لان جايينا النهارده المهراج الهندي. المهراج الهندي ده كبير المهرجانات في الهند. بس انا فهمت، كبير المهرجانات ده زي اوكا وارتيجا عندنا. كبير بتاعهم اكبر منهم شحته كريكه يعني؟ لا، كبير المهرجانات ده كبير قوي. انا فهمت ولقطت المعلومه خلاص. الهنود انت فاهم يحبوا الرقص والمهرجانات، فاحنا لما يجي الراجل ده نستقبله بمهرجان اقوى من المهرجانات. مهرجاناتنا بقى كل اسكت اسمع. اللي بيحصل ده عندي في المطعم يا بهوات. هو مش حضرتك ايه قلت هو ده؟ قلت ايه انا؟ مش قلت ان الراجل اللي في المهرجانات والفرفشه عايزين نبسطه؟ طيب نعمل ايه؟ بقول لك مهراجا هندي كبير المهرجانات، بيخش مهرجانات كبيره في الهند، مش اوكا وارتيجا وشقلبه. في ايه؟ معلش غلطه بفوره. راجل لو لقى غلطه في ايه يا ماما؟ لو سمحت هو المهرجا ده اسمه ايه؟ اسمه أكبر مهتماما مهيتا في العالم. إيه؟ يعني حاجة قريبة من كده، حاجة شبه دي. ما تركزيش في الاسم، ركزي في الطبخ. أنا مش عايز غلطة النهاردة، الراجل ده مهم جدا وجاي تبع مسؤولين مهمين، لو حصل غلطة في الأكل كلنا هنقعد في البيت. ماشي خلاص؟ خلاص يا مستر. ركزوا معايا بقى، عايزين نركز في اللي جاي. أنا هديكوا شوية تدريبات تبقى في الطبخ كويسين، تمام؟ مركزين؟ اهم حاجه يقول لك الست اللي نفسها حلو في الاكل الناس كلها تحبها، فلازم نفسنا يبقى حلو في الاكل، تمام؟ يلا ناخد نفس في خمسه ونكتمه في اربعه ونطلع في الحله، تمام؟ عشان النفس يبقى مظبوط. ماشي يا تمام؟ مستر. تمام يلا نبدا تمرين. ابدا. واحد اتنين تلاته اربعه، اكتم واحد اتنين تلاته اربعه، طلع في الحله. يلا تاني هوبا. ثانية ثانية واحدة، عايزين حلال كتير بقى تكفينا كلنا عشان نطلع فيها. مين الحيوان اللي اتكلم؟ انا. اطلع خطوة لقدام. انا قلت لك تتكلم؟ لا. افتح ايدك، افتح. ارجع ورا، افتحش بقى انا ما اقولك. معلش معلش، انت راجل سالم ومفتري. والله بيصعب عليا لما بضربه، بس انا بعلمه. انا عارف ان انت بتحبه بس انا بعلمه. تفتحش بقك تاني. خلاص نخلص من تمارين النفس، مفيش تمارين نفس، نخش على التمرين اللي بعد.
يقول لك ايه؟ الست اللي تعمل اكل خفيف على المعده تبقى ست كويسه، فلازم الاكل اللي نعمله يبقى ايه؟ يبقى خفيف على المعده. تمام؟ يلا 10 بطن ننزل. ايه 10 بطن ننزل يلا. ايه ده؟ احنا مقدمين حربيه. هاخدكم كشف جراحه لو ما نزلتوش. ننزل 10 بطن يلا. ماشي يلا ننزل. يا بس انا بنت ما ينفعش. اخرسي، مفيش بنات هنا، مساواه في كل حاجه. ماشي ماشي يلا 10 بطن. ثانيه واحده يلا. يا مس يا ابني ده ضغط. امال هو عايز ايه؟ عايز بطن. اللي هو ازاي؟ الشقلب. ايوه يلا 4 5 6 يلا يا ابني شويه. يا مستر انا حاسس ان انا هخس. اتنيل على عينك كده، هتتخن كده. واحد انت بتعملي ايه؟ بعمل انت بتولولي كده. قوم اقف اقف. ايه الغباوه دي؟ 4 اغبياء. انا عمري ما شفت كده واحد يبقى غبي اتنين لكن 4. ايه الغباوه دي؟ مفيش بطن، مفيش نفس. هنخش على التمرين اللي بعده. ركزوا في حاجه، المهرج هيجي ينفخنا. ركزوا. هنعمل دلوقتي ايه؟ ايه؟ يقول لك الطباخ الشاطر لو دخل طياره يطبخ ايه؟ يطبخ فراخ وحمام وبط، اي حاجه فيها طيور. طياره بقى نطبخ حاجات فيها طيور. مين الحيوان اللي اتكلم؟ اطلع خطوه لقدام. افتح ايدك. انا قلت لك تتكلم. افتح ايدك. اخلص. ارجع. يا ابني انت حمار، انت بتتدرب على دي بس ما تبدل. وانت راجل ظالم. والله بيصعب عليا لما بضربه. انا عارف ان انت بتعزه بس انا بعلمه. ركزوا معايا يا اخوانا، المهرج هيجي الغلطه بفوره. ركزوا. ماشي. تمام؟ ماشي. لا يا حبيبي، الطباخ الشاطر في الطياره يطبخ ايه؟ يطبخ بقى ممبار بقى وعيش بتاو وحاجات مصريه اصيله بقى. هتطبخ عيش بتاو في الطياره؟ امال في القطر هتطبخ ايه؟ هتطبخ ايه في القطر؟ معلش يا مستر انا عايز. معلش. ارجع انت يا ابني اللي هناك. هتطبخ ايه في الطياره؟ مش هطبخ. يعني ايه مش هتطبخ؟ انا في الطياره مش هطبخ. انا بسالك، ده اختبار تجاوبني. مش هتطبخ يعني؟ انا اقعد برنس كده في الطياره والاكل يجي لي لحد عندي. طب ارجع ورا، ارجع يا برنس. وانت هتطبخي ايه يا ماما؟ انا اشوف حضرتك عايزني اعمل لك ايه واعمله لك. هي دي الاجابات. الست بتتعلم، مش عارفه بتتعلم، لكن ما تقعدش ترغي وخلاص. كلكم اغبياء. الطباخ في الطياره مش محتاج يتعلم طبخ، محتاج الضغط الجوي بتاعه يبقى مظبوط. يلا ننزل 10 ضغط. هكشف جراحه اقسم بالله. 10 ضغط يلا. كنت دخلت شرطه. 10 ضغط بس يا عم. لو طلعنا فوق البوتاجازات واقول لك نط نطه الثقه. انزل يلا. يعني احنا هننزل ضغط يعني يا مستر؟ اه ننزل ضغط. واحنا من شويه انا كده اخس والله. معلش يا حبيبي. انا عارف انا هفضل اخس كده لحد ما تبقى النضاره ماشيه لوحدها. انزل 10 ضغط يلا. 1 2 3. انت بتعمل ايه؟ وانا بعمل ضغط. انا بعمل ايه؟ انت بتعمل ايه انت؟ اهو. انت بتعملي ايه؟ ضغط. ده ضغط ده؟ ده انت هتجيبي لي الضغط كده بالحركات دي وبابا. لا نفس نافعين ولا بطن ولا اي حاجه. خلاص مفيش تمرينات، مفيش زفت. هنخش على الأسئلة على طول. ماشي. المسقعة بتتعمل إزاي؟ المسقعة بتتعمل في السقعة، إنما بقى لو عايزين نعملها في السخونية نعملها مسخنة. أنت ماما عارفة إن أنت هنا؟ ماما عارفة إن أنت بتيجي هنا؟ قلت لها الصبح وأنا نازل. قلت لها. طب اطلع خطوة لقدام. اطلع. طب بالراحة والنبي. ولا خلاص. افتح إيدك. ما أنت حمار أعمل لك. افتح إيدك. افتح. اللي هتفلت ب10. اللي هتفلت ب10. افتح ايدك. افتح. يا حمار ما تبدل الايد. انت بتضرب لها دي بس دماغي تدخل من وشك. وانت راجل ظالم. اخرس. تتكلمش تاني غير لما اقول. يا عم والله العظيم هو السبب. انت قلت لي المسقعه اتلغت صح؟ يا ابني ما هو بيجيب من الملجي. افهم انت ذاكرت ايه بالليل؟ بتنجان المحشي. ذاكرته ازاي؟ خليت امي عملت لي حله وكلتها كلها. لا انت عبطه بقى. اخرس انت كمان. ماشي. يلا جاوب. المسقعه بتتعمل ازاي؟ حضرتك المسقعه بص افهم بقى، المسقعه بنجيب بتنجان عرايس بس. أيوة. يكونوا عرايس لسه جداد لسه. أيوة. ما تكملش كلامك. ما تكملش ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش.
ما تكملش كلام بلا جداب بلا قدام يا ريس. ما انا كنت هقول لك ما تكملش كلام. ما تكملش كلام. هات العصايه ارجع ورا. انت يا ابو طهيه مسقعه بتتعمل ازاي؟ ما بعملش مسقعه. ايوه ما بتعملش. ده اختبار. انا مش قصدي، انا عايزك تقول لي طريقتها ازاي. انا ما بعملش مسقعه. أيوة. انا اقعد برنس كده والمسقعه تجيلي. انا برنس. طب تقعد برنس في اي حته؟ في اي مكان. طب ارجع لورا. وانت يا ماما المسقعه بتتعمل ازاي؟ انا شوف حضرتك عايزني اعملها ازاي واعملها لك. هي دي الكلام؟ هي دي الاجابات؟ الست اهي اهي بتسالني، انا اقول لها بعدين. انما انا ما بحبش الرغي كتير. خلاص نخش على الاكله اللي بعديها. مفيش مسقعه وحياه امي ما هنعمل مسقعه هنا طول ما انا عايش. مش داخله المطعم. ماشي خلاص. في ايه؟ هنعمل اكله تاني. البصاره. البصاره بتتعمل ازاي؟ البصاره دي بتتعمل في البصره عشان هي اصلا اكله عراقيه. دي معروفه. دي حلوه. ايه حلوه والله. انت ابوك عارف ان امك جايباك هنا؟ اطلع لي خطوه لقدام. خلاص طيب. اطلع خطوه لقدام. اهو افتح ايدك. افتح. افتح ايدك. اللي هات. ولا جامده والله. اقسم بأذنبك والله بتضرب جامد. اللي هتفلب بعشرة. افتح ايدك اهو. تعلم. ماشي تعلم. خلاص هتعلم من غير ضرب. افتح ايدك. هتعلم والله. افتح. طب افتح ايدك. يلا هيسلم شكله. هيسلم والله. مالكش انت دعوه. افتح ايدك. حاضر. افتح. افتح دي. افتح دي. عايز اني هات دي. دي ولا دي؟ اديله المهريه. ما هتتقري زياده. خفش. شفت انا عارف الاخيره دي بتدي فيها جامد. طب ارجع لورا. ارجع لورا. ماشي وحياتي وربنا يوريك. ماشي ركز معايا. سنة لفين؟ البساره. البساره بتتعمل ازاي يا ابني؟ حضرتك بنجيب اربعه يلعبوا بسره. لو حد بسر تبقى بساره، ولو ما بصرش تبقى استيميشن عادي. يكملوا عادي. ممكن ما تتكلمش معايا خالص؟ طب مش ممكن ما تتكلمش معايا لحد ما اخلص؟ انت مش طايقني. ما ارجع. انت يا ابو طهيه البصاره بتتعمل ازاي؟ ما بعملش بصاره. ما بتعملش بصاره يعني ايه؟ ما بحبش البصاره. اعملها ليه؟ ايوه يعني انت بتعند معايا يعني. ابص الحال زعتر. انت بتعند معايا يا ابني. معلش معلش معلش. دي ام اسئله. دي ام دماغي. بالراحه يا مستر. انا برنس اقعد كده والبصاره تجيلي. ماشي يا برنس. ماشي يا برنس. ارجع لي ورا يا ابني. البصاره بتعمل ازاي يا ماما؟ بص انا شوف حضرتك عايزني اعملها ازاي واعملها لك. والله شكلك ما عارفه اي حاجه. شكلك بتهودني وبس. كل حاجه تقول لي اعمل زيها بس بحبها، لان هي بتقول لي انا هفهمها بعد كده. انت بياكل معاك الكلام ده؟ اه بياكل معايا الكلام ده. دي بتطبلها. انا هزمر لها دلوقتي بقى عشان كده. شاب تطبل لي انا هزمر لها دلوقتي. طب تمام. خلاص تمام. ما تكلمش معايا انت. انت طب طيش طيب. مفيش بصاره. مفيش بصاره ولا في مسقعه. لا بصاره ولا مسقعه. احنا هنعمل كشري وانا اللي اقول لكم الكشري ازاي. الكشري بيتعمل واحنا مكشرين. نجيب بقى العدس والمكرونه والرز نكشر لهم يبقوا كشري. دي معروف يا ابني. انت متخلف والله العظيم. متخلف يا عم. ليه يا عم؟ محدش قالك كده قبل كده؟ لا. كل كلامك غلط وتخلف. امشي ارجع. مفيش اكل. خش على السؤال اللي بعده. السؤال ده الامل الوحيد اللي ليكوا. يا اما همشيكوا من هنا. لعيبه ليها علاقه بالطبيخ. سمير كمون. صح. احمد كشري. صح. كابتن شط. صح. احمد الكاس. يا ابني ليه كده يا ابني؟ يا ابني ليه كده؟ احمد الكاس ماله؟ مال الحاجات دي؟ هي الحاجات دي كلها هتتقدم للناس كده؟ مش لازم نحطها في حاجه؟ هنحطها في احمد الكاس. اه وهيمشي ازاي بعد كده لما نحط فيه كل الاكلات دي؟ انت يا ابني ليه كده يا ابني؟ بتعمل ايه؟ مفيش يا جماعه. مفيش اكل ومفيش مسقعه ومفيش لعيبه ومفيش مبطل. لا 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 ركزوا معايا. علمنا والله. احنا هنتعلم منك. علمنا. هتعلمه؟ هنبقى زي الفل والله. طيب يب. الرز لازم يبقى عليه شعريه. الرز يبقى عليه ايه؟ شعريه. المكرونه يتحط عليها صلصه من فوق. المكرونه يتحط عليها ايه؟ صلصه. والكمون لازم بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ لا لا يا سلام. ايه
لا لا هات بس هتتكلم ازاي هتتكلم ازاي اجلد هبل الله يخرب بيت البس كوت علان علان ايه هتعمل ايه تعالى طب يا مستر خلاص تعالى ايوه هتعمل ايه بعد كل ده بس بس خلاص خلاص اسكت انت ما تتكلمش خالص اسكت حاضر وانت البس شكلك عره البس والله شكلك يقرف الكلب وعامل ايه القرف ده انا شكلي عره والله شكلك مقرف جدا انا شكلي مقرف والله لو لقينا شغل في مكان تاني كنا ولعنا في شعرك طب اطلعوا بره بقى في اجتماع انا هوريكم انا هو في اجتماع يلا هتعمل ايه ده في اجتماع ده اجتماع انت هترشق فينا سكاكين قدامي اجتماع مهم قدامي بره قدامي ماشي. قدامي اجتماع قدامي تعال الاخر اخر واحد انت تعال ابو طهيه قدامي 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 تعالي قدامي لا ايه يا لهوي انت بجد لا انت بجد والله فعلا امسك ايدك هنموت عشان مسرحيه يلا هتقولي لبسي اهو والنبي سجادين يا صمو ماشي قدامي لو راجل يطلع لي بره فين الشيف شيف بيني ده؟ اهدى يا هادي سيبني يا فادي اقتله اني هقتل يعني هقتله اني ياخد مني اخر طلبيه لحمه ويرجعها الشيف شيف بيني ويقول لي اللحمه فاسده اني بتاع لحمه فاسده يا راجل ده انا مودي له لحمه قال لي جايب اللحمه بقشرتها ايه ما انت غلطان برضك تودي له لحمه بقشرتها مش لحمه موزه يا راجل عندك حق في دي ايه ده الراجل ده بيستجل بينا ولا ايه هو الراجل ده ما يعرفش ان احنا اكبر تجار لحوم وبهايم في الوطن العربي مومنت تصحيح احنا اكبر بهايم ايوه احنا اكبر تجار بهايم ستايل امال ايه يعني عندك مثلا البقر عندي بيسمع مزيكا ايوه حس راقي يسمع مزيكا كيف يعني النت بيسمعوا شاكيرا والدكره عباسة حموده ايوه امال ايه عاوز اقول لك البقره عندي اي بقره تلاقيها خجوله برغم اني مديها الحريه الكامله للنهار على الفيسبوك كيف يعني كيف وفي بقر بيدخل على الفيسبوك غيرني يا عم ادخل الصفحه عندي جروب ابقار بلا حليب ايه تمام حاول تتعرف على واحده تتعرف ايه اكتب لها بحبك هترد عليا اياك هترد عليك بكلمه واحده ايه ايوه بق البطه لا بق البقره يا راجل انت ما راكش حاجه انما انا راجل عندي اشغال واعمال ومسابقات مسابقات ايوه انت ليك في المسابقات انا لسه واخد المركز الاول في مسابقه عالميه ودي مسابقه ايه دي مسابقه كيف تحلب البقره بس بسرعه ودي عباره عن ايه المسابقه دي مسابقه دي ازاي تحلب البقره بسرعه بس حاطط لك مشكله في الاول ايه حاطط اسد كيف تعدي الاسد وتحلب البقره وكان ليك منافسين ايوه الواد هريدي وعمل ايه دخل على الاسد قتل الاسد وحلب البقره وانت عملت ايه قتلت الاسد وقتلت البقره وحلبت هريدي يستاهل ايوه امال ايه انا بقول لك ايه كنت معدي امبارح من جنب دواركم وسمعت خناق وزعيق وبلاء كان في حاجه ان شاء الله ايوه دخلت البيت جعان قلت لها يا نانسي حضري الوكل قالت لي انا ما عملتش وكل
قلت لها زعقتني يا فوشة، وقلت لها يعني ايه؟ قالت لي خلاص انا هعمل لك مساج. مساج؟ طب على الطلاق بالتلاتة من يواكله. رادل. ايوه. انت رادل. ايوه. ايوه. إيه اللي بقول لك ايه؟ ايه؟ البلد كلاتها بتتحدث عليك. بقول لك ايه، انا اللي زعلان منك. ليه؟ يعني تعرف سبوع محمد ابني امبارح وما تجيش؟ انا ما عايز اتكلم في الموضوع ده. احنا رجاله دمنا حامي. ايه اللي حصل؟ يا رادل، 5 سنين انت متغرب في الكويت ومرتك تحبل وتخلف كيف بالسلكي؟ اسمع، احنا عيلتنا دمدين، موجودين بنخلف مش موجودين بنخلف. اذا كان امي خلفتني بعد ما ابوي مات ب5 سنين، احنا عيله ولاد 5 يا سيدي. دماغنا كده رداله. امال ايه؟ ايه ده ملك يا فادي؟ ايه ده مش وقته. ملك يا فادي، بقول لك هات ودنك. ايه التلاوات منين؟ الناحية التانية. التلاوات منين قلت؟ الناحية التانية. التلاوات منين؟ انت هتعملها في ودني؟ انت اللي قلت الناحية التانية. انا ساحب فحل جاموس معايا قدامي اوريك هتعملها فين، بس مش هسيبك يا شيف. شيف بيني. आजा आजा जिंदे शामी आने के ताले आजा सरे बाल नीले आसमान की ताले شترالي مكالي شترالي مكاري هاري سيكالاكا باكالي لالبا. سلام عليكم. وعليكم سلامك. واضح من لهجته ولبسه انه مصريا. لو سمحتاكي اروح منين دقاك كنتاكي؟ ما اعرف شاكي. ما اعرف شاكي؟ استحاله يكون مصرياكي، كان هيتوه امي يقول لي شمال في مين. أنت مين؟ نيها؟ أنا؟ شخارم. شخارم؟ أنت شخارم؟ ها. وأنا كوارم. كوارم. شخارم. نا كچھ بولا نا كچھ تولا. ريحتاكي معفناكي. اسم الله على المسكاكي. يا غبي، اول ما قلت لك ايه اسمك قلت على طول فين التنكرات وسايبني مركون ساعه مستخبي. انت لم تتاكد ان انا شخارم. انت شخارم؟ انت لم تتاكد؟ لا انت شخارم. هسالك سؤال هندياك، من هم اشهر ممثلين بوليود؟ شاروخان. كابور خان. جميله خان. ماري خان. شكري سرخان. هو شخارم بغبائه. لا يوجد هنا احدا سوانا، يجب ان نتحدث المصريه. هم المطلع عين امي ليه من الصبح وقاعد عماله تقول لي كواكا وكاكي وكاكي اي حكايه. انت فاكر اللهجه الهندي دي مريحانا؟ احنا الهنود ده احنا اكتر ناس بنتعب، العالم كله بيتكلم ببقه الا احنا. امال احنا بنتكلم بايه؟ بدماغنا. نقعد نقول لا شو كنت فاري 4 جمل يجي لي ارتجاج وانا واقف، ولو شغال مغني بقى لا هي صرع. والله العظيم تعبان انا في الهند. والله ما حد هيجيب لي سرعه غيرك. ليه انت جايبني من الهند لغايه مصر هنا ومدخلني مطعم ليه؟ مش احتطني ليه؟ بس هقول لك، عارف المهراجة اللي جاي هنا المطعم ده خطف حبيبتي وجيبها على هنا. حبيبتك مين دي؟ يلا حبيبتي البت الهنديه. ما كلهم هنود، انا واحده. يلا البت اللي بتعمل كده دي المؤدبه. يوه ما كلهم بيعملوا كده وبيعملوا كده وبيطلعوا في الاخر شمال. لا والله والله ما شمال، دي بتعمل يمين بس. ما اعرفهاش. يلا اللي انت كنت متجوزها عرفي. يا غبي، طب انت جايبني معاك ليه؟ عشان انت اللي تعرف شكلها، انا يا دوب بشبه عليها. ايوه. المهم عايزين ننتقم بقى، ننتقم من المهراجة ده. ازاي؟ انا هجيب قنبله هنا. بص انا هزرع له قنبله هنا. وبعدين؟ وبعدين اروي القنبله اللي زرعتها. وبعدين تطرح تطلع قنابل مستويه نفرقعها فيه. الله، لو الفكرة دي نجحت الصيف الجاي نزرع بطيخ ونفرقعه ونطرطش لب على الناس كلها. بس انت جاي تجيب لي الضغط هنا؟ انا عايزك تركز معايا، احنا لازم نموت المهراجة ده. طب استنى قبل ما نموته هاطمن على مراتاتي. اطمن يا سيدي. جاك اللي بعدك بعدي 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 يلا بعدي بعدي يا بوز الاخص. ولا بعدي 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 الجزمة دي يوصل. بعدي 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 يا له ماشي يا له. ايه قالت لك ايه؟ ما فهمتش منها حاجه. يا عم هي قالت لك ايه؟ عايزه منك ايه؟ هي قالت بتقول لي الفيل بتاعك اتجوز فرخه. فيل اتجوز فرخه؟ انت هتشتغلني ده يخلفوا ايه دول؟ فيل اتجوز فرخه هيخلفوا ايه؟ تشيكن فيل ايه؟
انت جاي بتقلش عليا قلش هندي ولا جايين نشتغل ونفجر الراجل؟ احنا جايين نشتغل. ما تتعبش امي معاك. خلاص مش كفايه سيبني ملطوع ساعه كل ده بتيجي في الطريق؟ لا والله ده انت ما شفتش اللي حصل وانا جاي بالفيل بتاعي عديت على 6000 كمين. اخر كمين ده الضابط يوقف الناس يقول لهم مخالفه مش رابط حزام، مخالفه مش رابط الحزام. عملت ايه؟ شديت زلومه الفيل عملتها حزام. قام وقفني بقى. ليه؟ قال لي مخالفه. قلت له ليه؟ قال لي ما انت مفيم الفيل، ما يعرفش انه لونه اصلا اسود. يا رب كانوا كلبشوا الفيل منك. بقول لك ايه، انا اسخطك قرد وانت واقف. انت كذاب قوي. ايوه مش هندي، لازم نقعد نكذب. بس انت لو كذبت تخش النار. يعني احنا هنروح النار الهنود عشان بنكذب ومش هنروح النار عشان بنعبد البقر؟ يا راجل صلي. ايوه صح، ادعي ربنا يهدينا. المهم ايه ده؟ صوت صوت. هندي هندي. هلاك بلاك هاكي. جبت الكمبليون؟ ها؟ الكمبليون؟ لا افهمه. قنبله فرقع. اه فرقع. كرنب. كرنب ايه؟ بقول لك قنبله فرقع. ما انت هتاكل كرنب تعمل قنبله فرقعها وقت ما تحب. الله يعرف اهلك، انجز خبي القنبله في اي حته. قنبله خبيها هنا؟ اه خبيها هنا واكتب عليها قنبله بقى. معاك قلم؟ يا ابني خبيها. معيش قلم. خبيها ورا المطبخ. خبيها ورا هنا؟ يلا بسرعة قبل ما حد يجي. أخيرا هنتقم من المهرجة اللي خطف حبيبتي وفجر فيه القنبلة. ده لازم ده. يا سمير انت يا زفت يا سمير. يجب علينا اختباءات. مكانك مكانك هنا هنا. انت يا زفت يا سمير، ايه الزبالة اللي في المدخل دي؟ انت يا بني آدم، انت يا بني آدم. يا سمير انت يا سمير، معقوله مفيش حد هنا في المطبخ؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ فين الناس يا عساف؟ يا مستر عساف يا صاحب البتاع. ايوه فين الناس اهم؟ طب ما تيجوا يلا. في اجتماع. اجتماع ايه؟ ما انت واقف اهو. تعال 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 اجي. ما يلين نقف هنا ليه ما دام نخش؟ يا عساف معقوله اجي هنا ما الاقيش ولا واحد من المساعدين بتوعي وبتقول لي النهارده يوم مهم وفي مهرجه جاي؟ ايوه في مهرجه جاي وفي يوم مهم النهارده. اسمه ايه المهرجه ده؟ اسمه اكبر مهتماما ما في الدنيا. انت بتالف اسمه دلوقتي؟ والله هو اسمه شبه الحاجات دي. اكبر ايه؟ مهتماما في العالم. مهتماما. عموما انا قعدت 3 سنين في الهند. احلى اكلات هندي اعملها له النهارده اخليه يمشي من مصر عجبه الاكل اكتر من الاكل اللي بياكله في الهند. ايوه صح لازم ان شاء الله. طيب فين حضرتك يعني الناس؟ انا مجهزهم في اجتماع. حضرتك يعني انا تحت امرك، انا شيف معروف واشهر شيف في العالم وفي مصر وفي كل حته، لكن ده ما يمنعش ان انت صاحب المطعم. يا باشا ما تقولش كده والله العظيم، ده احنا يعني. يا باشا ايه؟ انت صاحب المطعم انا شغال عندك. يا باشا ما تقولش كده يا باشا. انت صاحب المطعم انا اللي شغال عندك. لا ما تقولش كده يا باشا. أنا ما بتكلمش على الفرقة، المطعم. معلش. أنت صاحب المطعم، معلش. أنا شغال عندك. معلش عشان خاطري. معلش. أنا شغال عندك. يا طب أنت اللي شغال عندي؟ أوه. تعال الناحية دي. أنت كده الشيف. أيوه. وأنا صاحب المطعم. أيوه. أنت يا بني آدم. خدامك يا باشا. أنت ما بتعملش غير الأدوار دي ولا؟ تعال. يعني نحمد ربنا والله. انت صاحب المطعم. انا صاحب المطعم. يلا وانا اللي شغال عندك ان شاء الله. ناديه للناس. انا هاديهم، انا حطيتهم في اجتماع جوه. حطيتهم في اجتماع؟ عامل لهم اجتماع يعني. عامل لهم اجتماع ايه؟ حضرتك انا المسؤول عنهم مش انت المسؤول عنهم. ماشي ماشي نادي لهم. ماشي. يلا يا جماعه كله يجي. ثانيه واحده، الناس الاجتماع فاضي، يلا بينا. كاك كاك كاكي كاك كاكي كاك 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 إيه إيه أغبية تقول أي حاجة. تعمل لهم اجتماع في الحمام ولا إيه؟ دلوقتي يا جماعة إحنا عايزين التزام، ما ينفعش إن أنا أدخل المطعم بتاعي وإنتوا كمساعدين ليا ما لقوش. ده كلام فارغ، ده كلام مش مظبوط. حضرتك النهارده الاكلات كلها هتتم على اكمل وجه، في اي طلبات مني معينه؟ لا حضرتك شوف اللي حضرتك عايز تعمله، احنا موجودين معاك. انت مصر على حضرتك برضه؟ ماشي ما
طيب حضرتك تقدر تتفضل وانا هتصرف. ماشي انا هروح دلوقتي اشوف الناس واجي. انه ناس المهراج الهندي والعالم دي كلها. اتفضل. دلوقتي يا جماعة فرصتكم النهاردة هعلمكم أكلات جديدة. الأكلات اللي هعلمها لكم عمركم ما تتخيلوا ان انتوا تتعلموها في أي حتة غير عندي. كله يجمع؟ كله يجمع. أهم حاجة وانتوا شغالين الشيف الشاطر هو اللي دايما بيبقى بيعمل دوشة طول ما هو شغال. طول ما هو شغال يعمل دوشة يلبخ الناس في الدوشة، مش مهم هو بيطبخ ايه. أوكي؟ زي محلات الكشر يعني، نقعد ايه ونقعد نخبط. ايه ده؟ ده مين ده قريبك؟ ده ابن اختي معلش. على الهندي بنجيب بتنجان هندي. انت بتعمل ايه؟ انت بتشرب لبن؟ بشرب شوية. انت مش اتفطمت يا؟ المسقعه الهندي بنجيب بتنجان هندي وبنجيب فلفل اخضر هندي وبنجيب طماطم هندي ومعاهم فصين توم مصري. ايه ده اشمعنى التوم مصري؟ وهنلاقي توم هندي منين يعني؟ المهم بعد ما بنجيب ده بنقلبهم كلهم مع بعضيهم وندخلهم الفرن، نطلعهم الفرن نديهم لاي حد هندي ياكلهم بقى. ها ده بالنسبه. عايز ايه؟ عايز اخش الحمام. انت جايب لي طفل معاك؟ معلش دخلوها يزروت الدنيا. اللبن فظيع. انت عايز ايه؟ عايز اعمل حمام. هنزل انا بس تحت. بس 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 حاضر. بس يا حبيب بس يا حبيب بس يا باب بس. مش يوم هبل خالص النهارده. معلش يا شيف. نعم. هو انت يا شيف لما كنت مسافر الهند كنت شغال شيف برضو؟ مين اللي سأل السؤال ده؟ الواد ده. افتح ايدك. انا مالي؟ افتح ايدك. عارف ده ايه؟ ايه ده؟ المضرب بتاع البيض. ها الله يسامحك. والله مضرب بيض. انا ما بهزرش. ايوه انتوا فهمتوها ايه؟ مضرب بيض. ماما بتعمل بيه كيكه، بتقعد تعمل كده صح؟ كيكه. اه مشيها كيكه. والله كبرت وبقالك حس يا. ها دلوقتي عايزين تعرفوا اي حاجه تاني؟ ايه الاكلات اللي احنا هنعملها للمهرج؟ احنا هنعمل كركم بالكاري. اوكي. وهنعمل يعني شويه اكلات هندي اسمها هيبقى صعب عليك. انا قعدت 3 سنين في الهند، بس لعلمك هناك في الهند بيتكلموا 100 لغه، يعني اي حد عايز يتكلم اي لغه يتكلمها، مش مهم يبقوا شبه بعض. ايه ده يفهموا بعض ازاي؟ واللي عايز يفهم يفهم، اللي مش عايز يفهم ما يفهمش. يعني هناك الهند كل حاجه متاحه يعني. عشان كده يا جماعه الاكلات دي مهمه جدا، لان المهرجة لو جه واتبسط المطعم ده هيبقى ايه. معلش يا باشا ثانيه واحده بعد اذنك. ايوه ثانيه واحده يا باشا. ايوه مستر عساف خير. دلوقتي الحرس الهندي جه. الحرس الهندي؟ الحرس الهندي بتاع المهرجة جم. اه جم. فين هم؟ بره. موجودين فين؟ اه الحرس الهندي بره. موجودين جوه؟ اه جوه بره. جوه جوه موجودين هنا بره على الباب بره. مين دول؟ الحرس الهندي بتوع مين؟ بتوع المهرجة. فين هم؟ في الباب. فين المهرجة؟ بره. والحرس في الهند. قصدي الحرس الهندي. الحرس الهندي موجود مع المهرجة. فين المهرجة؟ على الفيل. والفيل فين؟ في الهند. الفيل في الهند. والحرس جم. نادي الحرس بسرعه على الباب بره. هاتهم بسرعه. نادي الحرس. يلا يا جماعه جهزوا. الحرس الهندي كيرامولا يا تفضل. انا هندي وابويا هندي، بسماري ولوني هندي، وكل هند الله علي، وكل هند الله علي. شربت من جوزها جوز هند وقلت اجوزها الهند. شربت من جوزها جوز هند وقلت اجوزها الهند، وكل هند الله علي، وكل هند الله علي. سينا سمر سرمر سينغالا سينمال برون سينغالا سينمال سرمر تيلو بلا سيرو سينمال سيمن ترابريكا سمر تي رمن بلا سرمن ترابن ترو سيمن ترو ترو سيمن كلا سينمال بو بو بو
للغة العربية اضغط 1، للغة الهندية اضغط رقم 2. سينما لا سينما لا، بقول لك ايه سينما. انا ضاغط 1 وانا في ايه سينا بلا سينا بلا ايه، ما انا اتنيلت دوست 1 بولا سينا بلا، هنقعد ساعة بقى تغني بالسيني بولا بنكرم انا زي الزفت سينا غلب السينا. بقول لك ايه، هتعملوا فيها عساكر صلاح الدين؟ لا سينا كوتوس فين؟ سينا بلا ولا بولي سينا بولي سينا. ايه يا عم في ايه؟ ما انا دايس من الاول. بص هنا 1 هنا 2 هنا بغير ما تدوسش. سيدو بابا سيدو بابا خلي الملاكي يركن يمين، سيدو ماما خلي الملاكي يركن شمال، سيدو جدو خليه في مكانه عشان تعبان، ما تحركوش من مكانه. شوف انت مين سيد؟ انت فين سيد؟ انا ما اعرفش غير انتو سيد، هو ده الحاجه الوحيده اللي بتراقب. اي كلام تاني ده رغي على الفاضي. انا شاروخان. زكي شان. اما تبت شان معاك. شكرا. هو بيعمل ايه؟ ده بيصلي. هو بيضه بيضه امهات. هو بيعبد فراخ. بيدن. ده بيدعي. شيله ما في بيضه وقعت من الصلاه. تفتيش. طيب تفتيش كل الناس. تفتيش تفتيش. يلا يا جماعه مش مشكله، كله يتفتش ما يجراش حاجه، الناس عايزين يطمنوا عشان المهرجه. يلا تفتيش. يلا كله في الدور. كله يقف. ماشي فتش يا عم. اسمك ايه؟ اسمي عساف. عساف وانا ماشي ليالي عساف الفره يا... تمام. ايه هو ايه اللي تمام؟ تمام ازاي يعني؟ هو عندي التفتيش كده اسلوبي كده بعمل ايه؟ ما دام اسمك جه معايا في اغنيه يبقى انت ما فيكش متفجرات خلاص. ده اسلوبك؟ اه ده اسلوبي. طب خلي بالك عشان انا اسلوب القرد بقى. عزك امشي. اسمك ايه؟ اسمي زعتر. زعتر وتعمل وتنسى هواك. لا تمام مفيش اي حاجه. اتفضل اسمك ايه؟ ليلى. يا مجنون مش انا ليلى ولا ابن اسمتها وكهيله. يا مجنون مش انا ليلى ولا ابن اسمتها وكهيله. عايزنا اقول بحبك ليه؟ بحبك بس مش ليلى. يا اتفضلي يا عدلي. اسمك ايه؟ تامر. عينيا بتحبك وقلب تمام. اسمك ايه؟ مكرم. مكرم من كده ايه؟ قلبي وسبته. لا تمام مفيش اي حاجه. اسم حضرتك ايه؟ شفيني. شفيني جوه حضنك يوم. شفيني جوه حضنك يوم ودفيني. دفاتوا سنين انا وعيني بتحلم بيك. ألف الله ينور يا فقشة. الله ينور. سيب المعسكر بقى اللي انت فيه. مش دول شنخر ومنخر بتوع السلاحف؟ تمامات تمامات تمامات. من هنا للشلالات. حبايبنا بلديات. تمام كده؟ تمامات. تمام. تمام كده التفتيش. نرجع شغلنا؟ شو الغلب السرين بلا؟ سرين بلا 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 بلا. دوست نزفت 1. ايه القرف ده؟ انت حاجة مقرفة. ها كله تمام؟ عرفنا دلوقتي عمل الجزر؟ احنا بنجيب الجزرة بنحط الجزرة كده. معلش يا باشا بعد اذنك ثانيه واحده. ايوه عشان اسف بس المهرج الهندي وصل. فين؟ على الباب بره. مين المهرج الهندي؟ جاي من الهند. لا يا راجل. اول مسلسل اللي هياكل النهارده. المهرج الهندي. فين هو؟ واقف بره. طب ما تخليه يجي. في الهند هو المهرج. المهرج على الباب. الهندي الباب في الهند. خليه يجي. خليه يجي بسرعه. خليه يجي بسرعه. بس هو جاي ليه؟ جاي على الهند. جاي في ال في... جاي عندنا في المطبخ. المفروض يجي. المفروض يقعد في المطعم. صح. امال هو جاي ليه؟ عشان الهند جاي. جاي يشرف علينا؟ جاي يشرف. لا انا ما حدش يجي يشرف عليا، انا اقدم له الاكل وياكل زي ما هو. ماشي.
مش ماشي. لا غلط، قول لي لازم يجي. اقول لازم يجي؟ ماشي. المراجع لازم يجي دلوقتي. خليه يجي دلوقتي. حالا؟ ايوه ماشي. من جاي منين؟ جاي من الهند. خليه يجي. ماشي ثانية واحدة. المراجع الهندي شامبورا يتفضل. خليل علي دا، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كلامه واضح. عليكم السلام. ساريجاري ماري هاري مصرياتا حلوياتا أهراماتا برجاتا نهر نيلاتا اشربوا مني ورقاتا ناتا. الله الله، سمعين الكلام. راجل بيقول اللي يشرب من النيل لازم يرجع تاني، هو هيلاقي دواء بالهاريسيا فين غير عندنا؟ أهلا وسهلا. تشرفات تشرفات تشرفات. فين حبيباتا؟ وي حبيباتها؟ وي جمارة دي؟ حبيبته كانت معاه. الراجل بيقول حبيبته كانت معاه. فين حبيبته؟ حبيبته فين؟ حبيبته موجودة برا على الباب. فين؟ في الباب برا. حبيبة مين؟ حبيبة الهند. المهرجة؟ اه. حبيبة الهند؟ اه. موجودة برا على الباب. دي ايه، جوز هند؟ اه. مرات هند؟ مرات الحباب. ناديلها بسرعة. دخل الباب؟ لا. أنا بدخل مين؟ دخل مراته ولا مرات حبيبته؟ حبيبته؟ آه. ماشي ثانية واحدة، ثانية واحدة. حبيبات المهرجة هشهقوا يتفضل. يا استغفر الله العظيم. حبيباتها اينا جيني هم كبي كوشي كبي جم اينا جيني هم كبي كوشي كبي جم اينا جيني هم كبي كوشي كبي جم. يا حبيبي حبيباتا حبيباتا وكرمليايا اينا جيني هم كبي كوشي كبي جم اينا جيني هم. الاكل يتاكل هم والواجب يتحيف السم. انت شريرة، انت شريرة، هاي كرم وسكش شنقاي ما جاي شنقاي عادي. كمل الفيلم للاخر ولا ايه؟ بس على السقف الناس هيجوا يشرفوا علينا في الاكل. ايوه ان شاء الله. اهو ما جوا. حضرتك بقى اتاكد من المطعم وكله تمام. اتاكد. حاضر. الترابيزات نظيفه، الكراسي سليمه. ها ايوه ثانيه واحده. ماشي اشوف. اتفضل. انا داخل اوضه العمليات مش عايز حد. اتفضل. اهلا وسهلا، نورت يا مهرجة. حبيبات كاتي بيري شكيرات مرايا فضيحات على ملاقي وسأعلنات في كل المجلات والبنرات كيلة شو احتباس. اه شكلها قفشت منه. خلي بالكم قفشت قفشت. دي جماري جاجاجا ده اكلاتا جعاتا. الاكل حالا هيكون جاهز. اتفضلوا بس ارتاحوا واحنا نعمل لكم كل حاجة. السور سيني ملغة السينما ترمز بلا السينما. اه اديله الكرسي وروح يلا. سينا مال السينما بلا السينما سينا مال السينما دور السينما ترمز. الله يخليك. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك في اكل معين عايز تاكله؟ تابوتا لازاليزا وراور. ايه العرف ده يا عم انت؟ ولا ولا ايه ابن اختك ده؟ معلش ما هو ما هو قال حاجات قلة ادب برضه. عايز اخطبوط من لازاليزا. بقول لك لازاليزا وراور. انت مالك؟ انت مش جاي تتعلم؟ ايوه. اول حاجه تعلمها تقعد ساكت. ها ماشي احنا اوكي. لازاليزا وراور هنعمل لك كل اللي انت عايزه دلوقتي حالا. بص يا حضرتك بالنسبه للخيار ده ما تقلقش والله. بيعمل ثانيه واحده بعد اذنك يا باشا. بعد اذنك
انا اسف بس اي بس الواد سمير جه. الواد سمير جه؟ انا اسف جدا. الواد سمير ده معلش مش هيكمل معايا، لازم يترفض. يترفض يعني ايه؟ يترفض، ده سايب لي الزباله بره هنا عند المدخل بتاع المطبخ. يعني لو المهرجه كان عدى يشوف الزباله منظرنا هيبقى عامل ازاي. يترفض. ده طلع ظابط. مين؟ الواد سمير طلع ظابط؟ اه والله. المرمطون اللي احنا مشغلينه معانا هنا طلع ظابط، كان بيراقبنا ولا ايه؟ طلع ظابط. يعني ايه؟ كان عامل نفسه شغال معانا عشان المهرجه؟ يا نهار اسود، انا هزقته جامد. لا ما ينفعش بقى، لازم نعامله باحترام، لا هيقبض علينا. اي بس انت اللي كنت بتسخنني عشان اهزقه. انا ما بسخنش حد. انا انت اللي سخنتني. انت اللي سخنتني وقلت لي. انت اللي سخنتني وقلت لي. والله العظيم ابدا. طب نديل انادي الواد سمير. خلاص خلصت ايام الذل والمرمطه، ونظف يا سمير وامسح يا زفت وتعالى يا سمير. دلوقتي سمير بقى البريمو. سمير بقى البريمو. خلاص كل واحد داخل يشتم في سمير. هو سمير ده ايه؟ معلش سيادتك يا سمير بيه، والله اللي ما يعرفك ما يعرفك. اصبر عليا يا شيف، انت بالذات حضرتك هو اللي كان بيسخنني عليك، انا ما كانش قصدي. اصبر يعني. عليا. حاضر. قلت لهم يا سعساف؟ ما انا لا لسه ما لسه. من غير لف ودوران احب اقول لكم ان انا النقيب سمير فاروق من وزاره الداخليه. شفت مش قلت لك هات بقى ال100 جنيه؟ ايوه يا مروه، طلع ظابط زي ما قلت لك. ده عارفين كل حاجه. حضرتك هو اللي كان بيسخنني عليك. اصبر يعني. يا شيف اصبر، انت حسابك بعدين. حاضر. طب ما دام انتوا عارفين بقى، تعرفوا ان احنا جالنا اخباريه ان في قنبله محطوطه في المطعم هنا؟ شفت في قنبله، هات بقى ال 200 جنيه. ايوه يا مروه، طلع في قنبله زي ما قلت لك. ده انا شغال مذيع بقى مش ظابط. ايه الهبل ده؟ طب انتوا بقى عارفين ان القنبله دي احتمال تنفجر في خلال نص ساعه؟ يا لهوي نص ساعه؟ يلا يا جماعه كله ياخد ساعته. شا عمري شا عمري. لا انزل يا كمال معايا الملاح. شا عمري شا عمري شا عمري. بقول لك ايه، خد خد دي حمرة، دي حلوه، خدها معايا حلوه والله. تعال تعال ابعد عنه، ابعد عنه. شا عمري شا عمري. ايه اللي احنا فيه ده؟ معلش انا مع حضرتك يعني. انا احسن احسن عشان برضه لو انفجرت ما يبقاش معانا حد. هرجة مرجة ورا جربة. لا لا قول له ياخد ساتر ده. طب حضرتك تعرف تتكلم هندي؟ اجرب. اه ممكن. كظابط يعني ورايح. فالكرمي كرجادو البرمجبر كاجادو. حبيبي ده؟ عزمتو كوبيتي خو خد برهيكاجو. القنبلة؟ حبيتو عامل ايه؟ يا دي النكد. ناري من اللي انا فيه؟ ايه العمل؟ في قنبلة. اجري اجري في قنبلة. ساتر ساتر ما شاء الله حضرتك. اقول لك يا شيخ انا عايز منك خدمة. تحت بس هو اللي كان بيسخنني حضرتك. انا هسامحك على كل حاجة. ايوه حضرتك بس تساعدني، انا اول مرة في حياتي افك قنبلة. حضرتك ما فكرتش قنابل قبل كده؟ اول مره ونفسي انجح فيها، ابوس ايدك. لا ما تقلقش احنا 100 100 الاول نلاقيها وبعد كده نشوف هنعمل ندور ايه. ندور على القنبله. في قنبله هنا اهي اهي. ايه ده لقيتها بسرعه؟ اه ظابط بقى صح. بس الحمد لله مش مظبوطه على تايمر والا كانت انفجرت فينا كلنا. الحمد لله. ايه الصوت ده؟ هي مظبوطه على تايمر وهتنفجر فينا كلنا بعد 59 58 57 56. احنا نقعد نعد؟ ما تفكها بسرعه، ما تفكها بسرعه. حكايه اعدي ماتش يبقى معاه حكايه. هو فين؟ انا عايز افهم هو فين. انت مين؟ التالته يمين. يا وليه انت مين؟ خلصيني. انا مرات المهراجه. انت مرات المهرجة؟ اه مراته. مراته ولا محل سكنه؟ انجزي. هو فين يابا والنبي الله يا وليه؟ في قنبله هتنفجر. يا عم ايه اللي طلع قنبله هنا؟ ما هي تعالى المهرجة اهو. روحي سيبينا دلوقتي نشتغل. ماتي؟ ماتي مات حبايب. بلا حبايب بلا قرايب. تتجوزني من 20 سنه وتخلف مني واد وتسافر، ويوم ما ترجع ما تسالش عليا، وكمان جايب لي ضره. دي مش
درة. أمال هند صبري؟ اعتماد أنت في قلوب. بلا أبو لهوب بقى بلا حبوب ما تضايقنيش. فين ابني؟ ابنك ابنك اخرست؟ ابنك ضاع. ضاع؟ بقالي 20 سنة بحلم باللحظة اللي أشوفه فيها. ياه 20 سنة بتخيله وهو بيكبر يوم ورا يوم. ياه 20 سنة نفسي أخده في حضني ويقول لي يا ماما. ماما يا وتقول لي ضاع. يا راجل يا ممل قول لها الواد فين هنموت. ابنك مات. مات؟ في ايه؟ البتاع مسكت في ايدي. اعتماد خلاص اعتماد. بقول لك ايه؟ انا اللي غلطان، انا اللي ما سمعتش كلام ابويا من الاول. يا ما ابويا قال لي. والله يا ما ابويا قال لي. قال لك ايه؟ أبويا قال لي ارمي الشبكبك. أمي قالت لي البحر ياكلك، شنجر بنج النوم ما كلش السمكبك. أسقط كابوريا أسقط كابوريا لو أسقطوني هأسقط. والله هنروح في داهية والله العظيم. ماتي أنت بالنسبة لي خاين، أنت اتجوزت عليها 9. الشارع الهندي محل لنا 10. بلا هندي بلا مندي، اسكت بقى. أنت بقيت تعالي هنا. انت اسمك ايه؟ كرام. كرام؟ كرام مين يا شعر عرق يا لنخميرة يا رد الرد يا مصطبة هد يا ابرة مصدية يا سيد غالية؟ وشو؟ شو؟ شو شو مين؟ اخت شو بس مالكش فيه. يلا يا ولية كدابة. انا كدباته يا دحلباته يا معفناته يا جربناته يا ماشفة. اهي طلعت من بولاق. وعلى اساس ان انت من لبنان؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في صوص جوه القنبله. ده بنطلون انا. يا اعتماد خلاص حبايب، انا قليل الاصل واستاهل. على راي المثل قليل الاصل لا تعاتبه ولا تلومه، ده زي البقعه لا تطلع برابسه ولا بقومه. تعال لي هنا بقى. ايوه يا اعتماد. اسمع القرارات الجديده. ايه القرارات؟ ترجعها بلدها الهند. سوف ارجعها. وتجيب لي هديه من هناك. سوف اجيب لك ايضا بعض من المال. وذهب وفضه وياقوت ومرجان ومعس القصر. انت لسه ما بطلتيش. الله يخليكم النبي. ماشي سوف يحدث كل هذا. بلى وما بت. اهي الحمد لله. كده فاضل قد ايه؟ ثبت بقى في السلك الاول. اهو ها ابوس ايدك. ماشي ماشي فك بقى. ايه اقطع انت السلك ده. انت بتفهم في القنابل يا شيف؟ يا عم اي مصري بيفهم في القنابل تلاقيهم بيفككوا قنبله. المصريين كلهم ملمومين. يقول له اقطع الزرقاء ما تقطعش الحمراء. والله شعب ملوش كتالوج ما بيخافوش يابا. لا والولايه تبقى في الشباك تقول له اعمل لك شاي يا ابني. شاي ايه؟ والتاني يقول له ثلاثة بالله العظيم ما تفكها الا في بيتي. يا راجل انت يعني انا اعمل الحمرة على رمانتك؟ اقطع الحمرة انا اتفرجت كتير. ده خلاص فاضل 10 9 8 7 6 5 4 3 2 اتمنى امنية يا شيف. يا رب قنبلة تفرقع ونخلص. قنبلة ولا انت عملت حاجة؟ ايه القنبلة دي؟ ده دقيق. مش في مطبخ لازم طبعا. ده الحمد لله دي طلعت اي كلام. يعني انا نجحت في اول اختبار ده اكيد صح؟ 100 100. تعالوا يا جماعه مفيش حاجه. يا جماعه تعالوا يا جماعه طلع مفيش حاجه الحمد لله الحمد لله. يعني هم كانوا عاملين المهرجه القنبله دي كانوا عايزين يوسخوه بس مش ياذوه يعني. يا سلام الحمد لله يا جماعه. الحمد لله الحمد لله يا رب. ده عمرك جه كله الحمد لله. عمري زي ما هو. كنت واخد ازازه الخليل. ايه يعني الحمد لله. خد يا شط تعال. نعم. عارف في بوكس بره؟ هتلاقي فيه 2 مجرمين. هاتهم وتعال. حاضر. انت جاري ماري؟ دلوقتي احنا لقينا المجرمين اللي كانوا عايزين يقتلوك وهجيبهم لك تشوفهم عشان نتمم المحضر، اوكي؟ كل الكلام اللي انا قلته لك ده بالهندي. قشطه فهمت؟ كله تمام. خلاص.
فين الناس المجرمين؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالي انت هنا. انت مين طلعك من الفرن؟ هاي انت بتحكي؟ حطك جوه؟ حول الله. شكيب. دي اولا. عشان ما تبرديش. لفي لفي هات. عايزين شاورما لحمه ولا فراخ؟ شوفوا اكله حلوه. طابت في مهرج؟ دي مرات المهرجة يا عم. مرات المهرجة يا عم. امشي بقى. معلش احنا اسفين جدا اسفين جدا يا فندم. يا ابني المجرمين فين يا ابني؟ فين المجرمين؟ لا مهرجة خطف حبيباتها. حبيباتك؟ يعني البت دي كان بيحبها الواد ده، الواد الاصفر ده اللي هناك دي كان بيحبها ده، وجاي ينتقم من المهرجه عشان خاطر خدها منه. وحاطط قنبله دقيق يا هبل. ما انا فطاطري اصلا. ايه ده ابني حبيبي؟ نفس الشكل نفس الملامح نفس العينين، بس في علامه لو اتاكدت منها تبقى انت ابني. هو كتفه تحت رقبته. كتفه تحت رقبته؟ وانت مخلفه شمبانزي يعني؟ يا وليه يا ابنك مين؟ ابنك ده مين؟ اسمه ايه؟ كوارم ابني. كوارع امي. قول لي يا ماما. ماما. يا حبيبي وحشتني قوي. ايه انت عربيه نقل؟ ايه ده؟ انت بتعمل كده ليه؟ لا اصليتك من ورا احمر فاكرك بتصوري فيديو. انا اسف. بس بس البطارية هتفضى. بس حبيباتها كرام حياتي، تسيبي شاب أموراتها وتهربي مع حماراتها. بحبك بحبك يا كرام. بحبك يا همارة. بحبك يا موهي. موهي انت بتكلمي هنيدي؟ يا ايه الحلاوة دي؟ عايزة حاجة؟ يعني معقولة رايح تتجوز يعني حبيبة ابنك في النهاية؟ كنت أكتشف ذلك عند كتب الكتاب. زي الأفلام الهندي لازم في آخر لحظة يكتشف إن هي مش ما تنفعلوش. طب يا جماعة احنا ناكل بقى، المهرجة زمانه مات من الجوع. لا قبل الأكل يجب أن نحتفل بزواجهما. يعني خلاص هتجوزهم؟ حلال عليك موسى. نحتفل وبعدين ناكل. يلا نحتفل يلا نحتفل.